رمضان المستبين. رمضان في قلبي همائم نشوة من قبل رؤية وجهك الوضاء، وعلى فمي طعم أحس بأنه من طعم تلك الجنة الخضراء. كيف لا نشتاق إلى رمضان وقد جفت الأرواح وتصحرت القلوب بعد فراق رمضان السالف؟ وإن ضيفنا الذي سيحل علينا هو كنز المتقين وبهجة السالكين ودوحة المتعبدين، فتزينوا له بتعاهد قلوبكم حيث محل نظر الرب ومحط اعتناء السلف رحمهم الله تعالى. إن رمضان موسم التجار الذين يرجون تجارة لن تبور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا يرجون تجارة لن تبور. إنه الموسم، وليس تجار الدنيا والدرهم بأشد حرصا على مواسمهم من تجار الآخرة على نفحات ربهم، مستحضرين في موسمهم وصية نبيهم صلى الله عليه وسلم. فقد روي في الأثر الذي أخرجه الطبراني عنه: إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا له لعله أن يصيبكم نفحة منها فلا تشقون بعدها أبدا. رمضان المستبين جاء بالنور المبين، مرحبا بالتائبين، مرحبا بالعابدين.